ان احنا لم نكن ابدا دوله معتديه، ولكن كل ردود افعالنا كانت رد فعل لكل هذه الاعتداءات اللي تعرضنا اليها. ده الكلام الرسمي. لكن لما تبقى الخطايا كبيره ولما تبقى الاخطاء جسيمه، فالتحليل لازم يكون دقيق، وما يقدم على المائده لازم يكون كثير. وعندنا مستويين، عندنا المستوى الرسمي الرئيس السيسي، تميم، المستوى القيادي الرسمي، ومستوى الشعبي. ما تنسوش ان في مستوى شعبي. المستوى الرسمي والله احنا لينا طلبات، ومصر يجب ان تكون لها طلبات، طلبات واضحه. احنا عندنا دوله متورطه في تحقيقات عند النائب العام، في تحقيقات ذكرت اسم حمد بن جاسم بالاسم، وعندنا وأزعنا جزء من هذه البيانات، وأزعنا جزء من اعترافات متورطين في إرهاب أنه اتسرقت الورق من داخل مكتب الرئيس السابق مرسي وتهربت لحمد بن جاسم واللي قابلهم في قناة الجزيرة. عندنا تحريض مستمر، عندنا تورط في دماء يعني في تمويل إرهاب، عندنا حماس، عندنا مليون ملف، وعندنا مطلوبين. واحنا بقى عايزين نشوف امارات، عايزين نشوف امارات كتيره جدا. الحقيقه مش اماره ولا اتنين. اولا تميم اللي هاجم من اول يوم ثوره 30 يونيو، وبيانات بيان ورا التاني ورا التالت ورا الرابع، بيانات مستمره، وكلام على السي ان ان انه هذا الانقلاب الانقلاب المصري العسكري على الرئيس الشرعي محمد مرسي، ده كلامه على السي ان ان. انتظروا انه يغير الكلام ده، انتظروا انه يطلع يراضي الشعب المصري، انتظروا انه في مجمل كلام اخر يطلع يتكلم عن ثورة المصريين وعن حق المصريين في اختيار قيادتهم وعن حق المصريين في تغيير انظمتهم وعن حق المصريين في رفض نظام هم مش عايزين يعيشوه، وعنه ملناش دعوة. ان احنا ملناش دعوة، البيانات اللي صدرت بعد 30 يونيو مش ممكن حننساها، وكلامه مع سي ان ان مش ممكن حننساه. في حاجات كده بتتنسيش يا جماعة. ده جزء. فعلى الاقل مبدئيا يطلع يتكلم. انا مش عايزة بقى الطردية اللي من ورا البيبان، مش عايزة الطردية اللي هي بنطبطب على بعض من ورا البيبان، لا، احنا عايزين طردية واضحة امام العالم، واضحة. اتنين، احنا عندنا تحقيقات وعندنا مطلوبين وعندنا ناس مطلوبين رسميا حكم عليهم في قضايا، وناس تانية مطلوبين امام المحاكم في قضايا اخرى. احنا عايزين الناس دي ببساطة شديدة جدا، قائمة طويلة جدا من المطلوبين اقرا لكم اساميهم: طارق الزمر، احمد منصور، القرضاوي، عبد الرحمن البر، عاصم عبد الماجد، محمد عبد المقصود، محمد الصغير، طاهر عبد المحسن، يعني قائمه طويله جدا، محمد الجوادي، وائل، يعني وائل انديل. دول انا ما بطلبهمش كده لحلاوتهم، انا بطلبهم لانهم مطلوبين في القضايا، بل ان هم محالين للجنايات وبعضهم يعني حكم عليهم غيابيا. عايز بقى أمارة؟ أنا عايز المطلوبين دول، واللي هربتهم خلاص هنشوف بقى، نشوف الدولة اللي هم فيهم نبقى نشوف نجيبهم منين. ادي تاني حاجة. تالت حاجة، الحقيقة يعني ان انا برضو مش شايفة أمارة. محدش كلمني على قناة الجزيرة انه عشان في مذيع قال يعني اعترض على واحد وقال له بس في رئيس منتخب ومش عارفة ايه. ايه يا جماعة، أرجوكم إن إحنا نكون عقلاء أكثر من ذلك. لا، وأنا ما عنديش مشكلة إنه يجيب الرأي والرأي الآخر زي ما هو بيدعي. أنا عندي مشكلة في التحريض، أنا عندي مشكلة في التحريض ل 28 اللي بتتزعمه قناة الجزيرة. ومرة أخرى ما عنديش مشكلة إن هو يجيب الإخوان ويعبر عن وجهة نظرهم طالما إن في وجهة نظر أخرى، لكن فكرة التحريض المستمر، فكرة الكاميرا اللي بتصور خمسة وتقول إن هم مئات الألوف من المصريين بتوع رافضي الانقلاب، هو احنا هننسى العربيات التلفزيون المصري اللي كان سارقها وزيرهم وزير الإعلام اللي كانت مزروعة في ربعة وكانت بتذيع كل اعتصامات رابعة على الهواء مباشرة؟ احنا هننسى؟ يعني حتى لو السياسيين نسيوا، معلش احنا ما بننساش. فعايزين تغيير جذري في هذا الاتجاه على الأقل. وكل اللي بقوله على الأقل، مفيش تحريض،
اختلف معايا في الفكرة. انا ما قلتلكش فجأة قول ان احنا اعظم دولة وده اعظم نظام وان انت بتحب السيسي، انا ما قلتلكش قول كده، ولكن ابعد عن التحريض.